لاعب نادي فيوتشر واللي كان فيه كلام كتير خلال الساعات الماضية عن انتقاله لنادي الوحدة الإماراتي، وأيضا كان فيه كلام عن مفاوضات مع النادي المصري. لكن بالنسبة لمفاوضات النادي المصري، أحمد رفعت كان اتكلم في تصريحات لكرة بلس أنه ما فيش أي مسؤول من النادي المصري فتح معاه أي مفاوضات للانتقال لنادي البورسعيدي من الموسم الجديد. لكن طبعا يعني وصلنا من خلال كرة بلس لمسؤولي نادي الوحدة السعودي، وتحديدا الأستاذ راشد الهنائي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لنادي الوحدة الإماراتي، واللي أكد في تصريحات لكرة بلس أنه المفاوضات جارية بالفعل لضم أحمد رفعت خلال الساعات القادمة. وعلمنا أيضا في كرة بلس أنه خلال الساعات القادمة سيعلن رسميا عن إعارة أحمد رفعت لنادي الوحدة الإماراتي لمدة موسم واحد، طبعا هيبدأ من فترة الانتقالات الصيفية الحالية. طبعا أحمد رفعت من اللاعبين المميزين واللي ظهر بموسم متميز مع نادي فيوتشر خلال الموسم الماضي.